على أرضية ميدان العالمين انطلقت فعاليات سباقات الهجن، واللي بتعتبر رياضة لها عشاقها وليها ناس بتسافر لها من مختلف المحافظات وبتقطع عليها مسافات كبيرة جدا حبا في مشاهدتها مش بس المشاركة فيها. في الحقيقة مصطفى، السباق في مضمار العالمين شارك فيه هجانة من حوالي 11 محافظة، وده وسط حضور لافت من سائحين وزوار الساحل الشمالي وأهالي العالمين. وسط حضور لافت من سائحي وزوار الساحل الشمالي وأهالي العالمين، انطلقت فعاليات سباق الهجن بميدان العالمين، وهو ثاني سباق هجن تنشيطي للموسم الرياضي بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي فعاليات الهجن استكمالاً لسباقات الموسم، خاصة أن مدينة العالمين أصبحت جاذبة لعشاق ومتابعي أقدم وأعرق الرياضات العربية، وهي سباقات الهجن. السباق شهد حضور عدد من ملاك الهجن من كل المحافظات، وصلوا للميدان للمشاركة في التنافس على أول الأشواط، ووصلت أعداد المشاركين 400 مشارك من محافظات سيناء ومطروح والوادي الجديد والمنيا والإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى باقي المحافظات، وذلك بعد أن وجه الاتحاد المصري للهجن دعوة للهجانة من كل محافظات مصر للمشاركة في السباق. فعاليات سباق الهجن انطلقت بعد تسجيل كل جمل مشارك وفقاً للشروط المنظمة للسباق، وفي مقدمتها وجود شريحة إلكترونية مزروعة بكل جمل تحمل البيانات الرسمية المسجلة، وهي الاسم والنوع والسلالة وتاريخ المشاركة في كل السباقات والفعاليات، وحيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة السباق وتوثيق بيانات الهجن المشاركة. وشهد ميدان سباقات الهجن بالعالمين إقبالاً ملحوظاً من محبي متابعة سباقات الهجن القادمين من المحافظات، بالإضافة إلى حضور لافت من سائحي وزوار الساحل الشمالي، إلى جانب أعداد من أهالي سكان مناطق العالمين وقرية سيدي عبد الرحمن لمشاهدة متعة التنافس بين الجمال للوصول لأول المراكز.